بهدف الوقوف على الاستعدادات الأخيرة لبداية العام الدراسي 2017-2018، قامت اليوم أمينة الدولة بالتربية الوطنية وترقية المواطنة بزيارة ميدانية شملت عددا من المؤسسات التعليمية. التقرير زينب أحمد عبد الله وقراءة أدم شرف الدين. مع مدلع العام الدراسي الجديد 2017-2018، فقد قامت أمينة الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة بنيو برفالينا بزيارة شملت عدد من المدارس، حيث كانت أولى محطاتها بثانوية فليكس إيبوي، وذلك لمعرفة سير عمل الإدارة المدرسية وإقبال التلاميذ في التسجيل، إلا أن المدرسة شبه خالية من الطلاب والعمل الإداري. وعقب ذلك توجهت أمينة الدولة إلى مدرسة السلام العربية، وأثناء ذلك تجولت داخل الفصول والمكاتب، وقد اتضح لها أن الاستعدادات للدخول العام الدراسي الجديد في هذا الظرف لم يكن بشكل مطلوب نسبة لعدم جاهزية الفصول والنظافة، إضافة إلى الوسائل التعليمية الأخرى كالمقائد والسبورات. ومن ثم فقد واصلت أمينة الدولة زيارتها إلى ثانوية الحرية، والتي لم تخلو من العوائق التي شهدتها باقي المدارس والثانويات. وعليه فقد طلبت أمينة الدولة لمدراء المدارس والأساتذة على بذل قصارى جهدهم من أجل تنظيم العام الدراسي الجديد في الوقت المحدد. لانه شوفوا في كيف قاعد تبريباري لا انتري اللي يجي ده لا كور ده ناس قال لي يلا دي غوشو اجيل يبقى بروب وسال دي كلاس كله قال لي يبقى بروب يلا دي يقولوا اجيل فوق. ولا شك بان مثل هذه الزيارات تدفع مسؤولي المدارس والمؤسسات التعليميه بدء العام الدراسي الجديد ده. تحت عنوان دور التربية في إحلال السلام، نظم نادي روتاري الدولي ندوة علمية بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية، جمعت التربويون والمهنيين بعملية السلام لمناقشة هذه المسائل. محمد عثمان بشير. إن هذه الندوة العلمية التي نظمتها منظمة روتاري العالمية فرع جمينة تحت موضوع أهمية التربية في السلام يأتي قبيل بداية العام الدراسي 2017-2018 بأقل من أسبوع. ويهدف منظمو هذه الندوة العلمية حث المعنيين في القطاعات التربوية على ضرورة اتباع النهج السليم فيما يخص موضوع التربية، حتى يكون للتربية تأثير واضح فيما يخص موضوع الأمن والسلام. عشان ده شلنا الموضوع عن العافية والسلام في المدارس، ونحدث بكيف المنى روتاري تدي لشباب يدري يمشي يقولوا في دار بلدان آخر نفس ده مش ما نموته، وعينا الشباب وقلنا خليهم يشوفوا. بس الروتاري ما هي بس إلا الناس اللي عندهم مال ولا ذكر، لا، هي تفتح مجال للشباب كله بكمية، عشان كان دار تدرس ودار تعرف كيف السلام وكيف دورها السلام في الجال. هذه الندوة العلمية جعلت من المشاركين التفاعل معها عبر مداخلات وأسئلة تجسد المعنى الحقيقي التي تليها التربية في تقوية وتعزيز السلام بين أوساط المجتمع.